وفي مكة المكرمة أكدت المديرية العامة للدفاع المدني جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، وكذلك توفير كل سبل السلامة الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن. المزيد في هذا التقرير. أكدت المديرية العامة للدفاع المدني جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، وتوفير كل سبل السلامة والوقاية من المخاطر لضيوف الرحمن من المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف. هذا العام هناك إضافة لما هو سابق من أعمال تطوعية، حيث تضاعف العدد بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال الخيرات في العمل التطوعي في قوة الدفاع المدني من الحرم المكي الشريف من المتطوعين والمتطوعات، وهي فرصة سانحة لتقديم الشكر والتقدير للأخوة المتطوعين والمتطوعات. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بالعاصمة المقدسة لاستعراض الخطة العامة للطوارئ في رمضان تكامل آليات التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة للتعامل مع كافة المخاطر الافتراضية المرتبطة بتزايد أعداد المعتمرين والمصلين والزوار طوال الشهر الكريم. استعداد يعني في المدينة المنورة، استعداد من نهاية شهر الحج الماضي، وإحنا مستعدين، والآن بالنسبة لشهر رمضان مجهزة جميع فرق الدفاع المدني معدل إلى 65 فرق الدفاع المدني من إطفاء وإنقاذ وإسعاف، منها 58 فرقة ثابتة وسبع وحدات موسمية، منها 5 على الطرق من وإلى المدينة، وحدتين واحدة في المنطقة المركزية وأخرى في مدينة حجاج البرة. تركي الأحمري، مكة المكرمة.